وينضم الينا في استوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه ايكوتي. اهلا بك سيد رائد. اهلا عبد العزيز. بدايه هناك ترقب لكلمه جيروم باول وهو بين خيارين: الحفاظ على مستويات التضخم من خلال اسعار فائده مرتفعه او الحفاظ على عدم تاثر الاقتصاد الكلي. برايك ما هو الخيار الاقرب؟ يعني اعتقد حتى الان الفدرال الامريكي يرجح بشكل كبير جدا ابقاء الاسعار الفائده عند مستويات مرتفعه لعده من الاسباب، اهمها وعلى راسها ان التضخم لا يزال يعني بطيء نوعا ما في عمليه التراجع، ولا يوجد مبررات كافيه حقيقه للفدرال الامريكي للتوجه نحو تقليص اسعار الفائده، ولعل يعني بشكل محدد سوق العمل وادائه الممتاز وارتفاع معدلات الاجور تعد هي احد الاسباب الرئيسيه التي تغذي ارتفاعات الأسعار إجمالا. نضيف لذلك ارتفاع أسعار المنازل وفي العديد من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يضغط بشكل آخر أنه في عندي استهلاك قوي عبد العزيز بالنسبة للأسواق الأمريكية، واستمرار في زخم الارتفاع في مستويات التضخم، ذلك يضغط حقيقة على قرار الفدرال الأمريكي. آخر القراءات التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية بعض الشيء أظهرت يعني بدء الضعف نوعا ما في المؤشرات الرئيسية التي يقيسها الفيدرالي، سواء كان في الاستهلاك الشخصي الأمريكي إضافة إلى ارتفاع طفيف في معدلات الإعانة، وبالتالي ما قد يعطي مرونة نوعا ما للفيدرالي الأمريكي. صحيح. في المقابل على مستوى الصين، كيف يمكن قراءة واقعية المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني، وهل هو قادر فعلا على تجاوز هذه التحديات؟ يعني أعتقد ما صدر من الصين مؤخرا التوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي ب5%، هذا يعتبر نوعا ما قراءة سلبية استوعبته الأسواق بتراجعات خلال الفترة الصباحية. وأعتقد عبد العزيز النقطة الأهم أن الاقتصاد الصيني لم يقدم حقيقة، الحكومة الصينية لم تقدم الدعم المطلوب الذي كان يتوقعه المستثمرين لتحفيز الاستهلاك المحلي، إضافة إلى نوعا ما تحسين أجواء الثقة بالنسبة للمستهلكين. هذه هي العاملين الأساسيين اللذان يسيطران حقيقة على الأسواق الصينية، وينتشر الأثر السلبي حقيقة للأسواق الآسيوية. أعتقد أن الاقتصاد الصيني وضعف وبطء الاقتصاد الصيني متأتي من مرحلة طويلة من عدم التحفيز الكافي، سواء كان بالسياسات المالية أو بالسياسات النقدية. نعم. ونحن نتحدث عن الصين أيضا، لماذا لا تزال الصين تعاني من آثار جائحة كورونا؟ الكل تقريبا تجاوز هذه المرحلة، لماذا الصين تحديدا؟ تماما، لأنه حزم التحفيز لم تكن بالحد المطلوب الذي يغذي نوعا ما القطاعات الأعمال التجارية التي واجهت صعوبات كبيرة. وعلى وجه التحديد شفنا سوق العقارات الذي يعني عديد من الشركات العملاقة تأثرت سلبا، ولم يكن هناك الدعم الكافي لهذا القطاع، بالتالي كان هناك فقدان للثقة من قبل المستهلكين وانخفاض حاد في مستويات الاستهلاك. بالتالي يعني أزمة كورونا إضافة إلى الإجراءات المتأخرة سببت هذا البطء الشديد في الاقتصاد الصيني. نعم، وهناك تخارج أيضا لكثير من الاستثمارات كان قد صحيح. قرأنا عن فيما يتعلق بأسعار النفط بين التوقعات بصعود خام برنت لمستوى 85 دولار، والتأثر بوضعية الاقتصاد الصيني على وجه التحديد، ما هو الخيار الأقرب للأسعار؟ يعني استفادت أسعار النفط بشكل كبير جدا من التوترات الجيوسياسية خصوصا في منطقة البحر الأحمر، ومخاوف انخفاض المعروض النفطي أو تأثر الإمدادات بشكل أو بآخر. ولكن الضغط اللي عم نشوفه من أكبر مستورد للنفط بهذا التباطؤ وتوقعات بتباطؤ مستقبلي عم بيقلل من جاذبية النفط، ولكن نحن عم نشوفه قريب من مستويات 80 دولار البرميل. الاستقرار عند هذه المستويات واقعي جدا، خصوصا أنه مقبلين إلى فترة رح يكون فيها الدولار الأمريكي أقل بواقع أسعار فائدة أقل، وبالتالي ذلك يقيم السلع إجمالا بأسعار أعلى، ذلك يضع عوامل إضافية لضغط أسعار النفط بالاتجاه الصاعد، وربما تحقيق الاستقرار بالنسبة للـ WTI فوق الـ 81 إلى 82 دولار للبرميل، على الرغم من التباطؤ اللي نحن عم نشوفه من الاقتصاد الصيني. بالتالي الدولار الأمريكي وضعفه هو العامل الرئيسي، إضافة إلى بقاء أوبك بلس على تمسكها بتحجيم المعروض تمديد التخفيض. إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي كنت معنا، شكرا لك. شكرا عبد العزيز.